مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال تهامي بناني، الام اللي روات الحوار اللي دار بينه وبين الرئيس هيئه جديده، ملف فيه دراسه وامور اخرى. مشاهدينا الكرام، معايا عبد الصمد السيح، رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالضل البيضاء، متتبع الملف من الاول ديالو. هيئه جديده، دراسه جديده، كيفاش كتشوف انت الامور في هذا الملف بحكم انك متتبع ليه بدقه؟ هو اولا في الوقت اللي ان الهيئه السابقه بدات مناقشه هذا الملف، وبدات خاصه انطلقت من الدفعات التشكيليه، وكانت ستنطلق كذلك في الشطر الثاني من الدفعات التشكيليه التي تمر لمناقشه الموضوع. نتفاجأ بجلسه اليوم بتغيير الهيئه وتشكيل هيئه جديده التي قررت بعد التداول في بينها وبعد الحديث مع الام ديال الضحيه تهامي بناني ان تعيد مناقشه الملف من جديد. اللي خصو يعرفوا المغاربه بان هيئه الحكم هي من النظام العام، وبان اي هيئه كتجي كتحاول انها تبدا الملف من جديد، ما يمكنش تمشي بناء على المنطلقات او النقاشات السابقه من طرف هيئه سابقه. غير الاول اللي غريب في هذا الملف، لان اليوم هذه الهيئه الثالثه اليوم اللي تشكلت من اجل مناقشه هذا الملف، كاننا نتكلم على ملفين. هناك ملفات اخطر من هذا الملف وتم التداول فيها بسرعه. هذا الملف هذا دابا 15 سنه، ثلاثه الهيئات، الهيئه الجديده تريد عتني بدايه مناقشه الملف من جديد. هناك هدر اللي انا ارى كرايي كصوت المجتمع، هناك هدر للزمن القضائي ديال السيده حياه وديال الروح ديال تهامي بناني، وهناك امور اخرى يجب ان نناقشها في هذا الملف. نتمنى من الهيئه الجديده ان تبت في هذا الملف بسرعه، وتبت في الدفعات التشكيليه وفي الصفه ديال الام ديال تهامي بناني وفي كل هذه الامور بسرعه، لان صراحه 15 سنه راها زمن قضائي طويل جدا. والمغاربه خصهم يعرفوا بان الاب ديال تهامي بناني رحمه الله عليه توفي دون ان يعني ما عرفش مصير الجنات اللي تعدوا على الابن ديالو وقاموا بهذه الجريمه الشنعاء في حقه. انا عندي معك سؤال اخر في الموضوع كيتعلق بالام اللي خصها الصيفه، اجراءات باش دير اجراءات ديال الصيفه، خصها شهاده الدفن، خصها مجموعه من الوثائق. كاين القبر 440 في حكم بانه تهامي بناني، مشات عند المحافظ، عفوا مشات المركز ديال التشريح رفقه المحاميه، الروجيستر تيقولوا لها مقيد باسم اخر، مازال ما تفرطش على هذه الوثائق. صعوبه في الامور الاداريه من اجل انه يكون عندها الاطار القانوني في الصيفه، كيفاش كتشوف هذه الامور؟ هو اولا انا اليوم كنطلب من المغاربه اللي كيتضامنوا مع الام تهامي بناني واللي متبعين الملف ديال تهامي بناني بانهم يقولوا تهامي بناني ويسميوها افير 440، قضيه 440. علاش قضيه 440؟ لان اليوم هذا القبر 440 اللي موجود في الملف ديال الخبره ديال الدرك الملكي وديال الطب الشرعي، وكيتكلموا بان هناك قبر 440 دفنت فيه الجثه التي تم التعرف عليها بانها الجثه ديال تهامي بناني، فانتقلت الام ديال تهامي بناني عند المحافظ ديال المقبره، قال لها بان هذا القبر 440 هو قبر معلوم بمفهوم ان الشخص المدفون في هذا القبر معروف في الهويه ديالو. فهنا كنطرحوا التساؤلات، علاش اننا واحد النهار مشينا لواحد القبر اللي قالوا بان دفنت فيه تلك الجثه، والام ديال تهامي بناني لقات فيه جثه ديال امراه، والحمد لله انها كانت حاضره تما هي والمحاميه ديالها مؤثره بالدفاع ديالها، وحضر فيها الوكيل النائب ديال الوكيل العام، يعني حضر لهذه العمليه هذه. فلقينا رجعنا عاوتاني من نقطه البدايه، لقينا بان القبر ماشي ديال تهامي بناني، فيه امراه. ثم اليوم مشات الام ديال تهامي بناني ولقات بان القبر 440 راه قبر معلوم. فهذه الاشكاليه ديال الصفه هي الصفه، اعطيها الصفه راها مكتسبه بقوه اولا انها الام ديال تهامي بناني، ان الابن الذي تقف امام هيئه الحكم راه ولدها، اولا راه ولدها بغض النظر عن الحق العام،
راه هي كمطالب بحق المدني راه تتكلم على ابننا، ما كتكلمش على الجيران ولا البراني ولا، راه كتكلم على الابن ديالها. اذا صفته ثابته بقوه الشرع وبقوه القانون، يعني ما نبقاش نناقشوا الموضوع ديال الصفه. المهم ان اليوم هو تبان العداله، نعرفوا من قتل تهامي بناني ومن ساهم في اخفاء مجموعه من الامور متعلقه بالقبر ديال تهامي بناني وبملف ديال تهامي بناني، لاننا ما حدنا كنطولوا وكنكتشفوا امور اللي هي خطيره جدا واللي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من طرف هيئه الحكم الجديده. لان حنا كنشوفوا الخير في الهيئه تاع الحكم الجديده، حنا ما غاديش نتكلموا بامور كنشوفوا فيها الخير. علاش؟ نتمنوا انها تدارك الاخطاء التي ارتكبت في الدفعات السابقه وفي المطالب ديال المطالبين بحق المدني، لان باش نكتشفوا الحقيقه وباش نحققوا العداله، لان يجب تحقيق العداله، وهذا هو اللي نورمالمون كنشوفوا في القضاء ديالنا. بغينا نحققوا العداله. باش نحققوا العداله هناك امور عده يجب الرجوع اليها، الرجوع اليها ماشي نرجعوا لنقطه البدايه باش انا نبدا نناقشوا الدفوعات التشكيليه، لا، حتى في التحقيق. لان اليوم عندنا واحد المطلب، مطلب بسيط جدا، نرجعوا المكالمات الهاتفيه ديال اليوم ديال وقوع الجريمه مع 11 الليل فما فوق والاسبوع الذي يلي، وعطونا التقرير ديال الخبره. فإذا ما قدروش هما يديروا هذه الخبره، ممكن نطلبوا خبره مستقله ونديروها احنا، نشوفوا المؤسسات المتخصصه في الخبرات التقنيه ونديروها ونشوفوا النتائج ديالها. اما نبداو نتكلموا على الصفه ديال الام ديال تهامي بناني، على هذا السيد تهامي بناني شكون هو؟ وهذه السيده شكون هي؟ هذه راه الام ديال تهامي بناني، راه تتكلم عن ابنها عن فلذه كبدها، وما كايناش شي مغربيه من المغربيات ما يمكنش انها تحيد لها صفه ديال البنوه ديالها. فاللي مطلوب اليوم ونتمنى من هذه الهيئه ان نجيب عن السؤال ديال اين هو القبر 440؟ ان هي جبت مدفونه في القبر 440، راه عندنا في محضر مكتوبه 440 كبيره ديال الخبره التقنيه وديال الطب الشرعي. ف شهادة الدفن يجب أن تسلم للأم المكلومة وكفى، لأنها راه قلت لك الأب ديالو رحمة الله عليه توفي دون أن يعلم مصير ابنه. واش كنتسناو؟ باش ما تنبغيش نقول هذا الكلام. فأتمنى من الهيئة الجديدة أن تتدارك الموقف وأن تتكلم وأن تبحث لنا عن أين هو القبر 440 الذي اليوم بموجبه هناك أشخاص معتقلين في السجن، بموجبه هناك ملف، بموجبه هناك أمور عديدة نتكلم عنها، والرأي العام كله متبع هذه الأمور. إذا نتمنى التوفيق للهيئة الجديدة، رغم أنها راهي ثالث هيئة ولم تبت في هذا الملف، راه كنتكلموا على 15 عام، راه نهضر الزمن القضائي وامور اخرى والنظام العام وامور اخرى، احنا ما ندخلوش نتكلموا فيها. المهم ان نجد القبر 440 اللي فيه الجثه ديال تهامي بناني، باش ان هذه السيده هذه اولا تعرف القبر ديال ولدها، غتزورو غير الجمعه تزور القبر ديالها وتقول لها ودي وليدي راه عرفت المكان ديالك راني مرتاحه، ومن ثم تحقق العداله في حق اي واحد تبوت تورطه في هذا الملف من قريب او من ساهم من قريب او من بعيد او في اي حاجه نتكلم عنها نحن، انه ياخذ الجزاء ديالو باش نوقفوا هذه الامور التي تشكل ضررا كبيرا على النظام العام في المملكه المغربيه. عبد الصمد شكرا لك، عطيتيني نبذه على الملف وعطيتيني حتى تحليل ديالك اللي كتشوف، وكذلك انا تنتنبؤ خير ان شاء الله لهذه الهيئه. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع الام رئيس المجتمع الجمعيه ديال المجتمع المدني معنا، حلل معنا الموضوع. انت مقبله على البدايه اخرى، الله يعطيك الصبر، هادشي اللي نقول لك. تفضلي. نعم، السلام عليكم. كنشكر السيد عبد الصمد على هذا الحت على معرفة القبر 440 وعلى التحدث على 440 وعلى كون عطاها واحد الصفة ديال قضية 440. نعم، اللي بغيت نقول هذا تحليلي الشخصي متواضع، ما نكونوش كنقلبوا على 440 وكنخوضوا في متاهات على 440 او قبر 440 باش في الاخر نقولوا راه الجثه ما كايناش، اذا القتل ما كاينش، اذا الوفاه ما كايناش، اذا شي راه ما كاينش منه. ملي غنساليو مع ملف 440 وما غنصيبولوش حل، انا غندي بشنو عندي.
ديك الساعه غادي نصيبوا له الحل. هذا هو اللي بغيت نبين للراي العام، وحتى الناس مسؤولين راه ما غيمكنناش نخوضوا في واحد المتاهه ديال 440 ما كايناش باش نمشي لواحد المساق اللي هو خطا. لا، تهمي مقتول والجثه ديالو تحضر من السند او من الهند، قبره يحضر بلا ما نبقاو نديروا اللف والدوران. قتل بلا جثه، ليس هناك حكم، وفاه بلا جثه، ليس هناك. لا لا، القتل كاين ومعاينه كاينه والناس اكفاء اللي داروا هذا الشيء. اذا حنا ما غاديش الى 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 خطا واحد ما غاديش يخطئوا 10. نعم، ولا ننسى كذلك سيد قاضي التحقيق اللي درس الاتهام بالقناعه ديالو وما يخوله الضمير المهني اللي عطاه للمشرع. نعم. سيد، وما تنساوش بصح بلي سيد قاضي التحقيق راه كينتمي لواحد الجسم قضائي يعني لا يستهان به. اذا ما غيمكنناش حنا نجيو بين عشيه وضحاها ملي كنا في التكييف في المسطر الخاطئ الملغوم ملي كنا فيه، كنا كنصفقوا الباطل وكنا ساكتين وكنا ماشيين وكنا حنا متفقين وحنا متفاهمين وحنا الى اخره، والام مسكينه وحنا كنشدوها وحنا كنشاطروها المأساة ديالها الى اخره. ولكن دابا ملي ما بقاش التكييف اللي هو مازال كنقولها كان ملغوم، حنا جينا دابا للقتل، والقتل اللي ما غاديش اللي هو بدايه صعيبه. ما نظلم حد، ما نخلي حتى مخلوق يظلمني. اذا حقيقه ولدي تبان باي صفه من الصفات، ومن هنا تما ربي تما. والله يعطيك الصبر، والله يوفقك في هذا الملف عبد الصمد. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا دور المجتمع المدني، دور مهم، والمجتمع المدني والمغاربة متبعين القضية ديال تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، القضاء الجالس هو صاحب القرار، هيئة جديدة، مناقشة الملف بدراسة معمقة كذلك، ونتفائل خيرا باش يكون نهاية لهذا الملف موضوع تهامي بناني، أو بين قوسين كما شار الممثل الحقوقي 440 علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، 16/12 موعد الجلسة، كما نتمنى أنه يدار حل للسادة المحامون. ما يمكنش ندوزوا الأمور مرور الكرام بلا ما نتكلموا عليهم اللي كيعانيوا، وهذا صراحة الأزمة السادة المحامون في إطار النقاش حول مشروع الأداء الضريبي كتشكل شيئا ما شلل في المحاكم، مجموعة من الملفات كتراكم والمحامي له دور جوهري في الموضوع. مشاهدينا الكرام، كما لا ننسى أستاذة زين خيار اللي هي بطبيعة الحال ملمة بالملف وسوف تدلي بدلوها في الموضوع أمام القضاء. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نتفائل خيرا إن شاء الله. 16/12 سوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات قضية تهامي بناني. مشاهدينا الكرام، الهدف الأسمى في الموضوع هو تحقيق العدالة، من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.